بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج ان دي دبليو جي دي اكس اف كونفرتر بيحول ملفات الدي دبليو جي بتاعت الاتكاد لدي اكس اف. دي اكس اف برامج متبادله بين البرامج اللي شغاله في البرامج الهندسيه. فبرنامج سهل ان هو يتقري في اي برنامج تاني زي 3 دي ماكس او اي برنامج تاني شغال تبع الاتكاد. بكل بساطه بضيف هنا من الاوديت فايلز، بدور على ملفات الدي دبليو جي، بضيف عدد ملفات، ودي اكبر ميزه فيه. اوبن، او اديله فولدر كامل، او اروح اخدهم كلهم وابدا اقول له انا عايز اخرجهم دي اكس اف ولا دي دبليو جي، لان ممكن اخدهم دي اكس اف واحولهم لدي دبليو جي. تمام، ببدا اشوف انا عايز اخرجهم انهي صيغه، لان انا عايز دي اكس اف 2000. تمام، وبحدد الاوت بوت فولدر بتاعي، اوكي، واقول له كونفرت ناو، بيبدا يحول. عمرو